نغم الزرنة انطلق الحفل الفني الذي نظمته جمعية أحباب البليدة على شرف الأسرة الثورية والفنية والرياضية لمنطقة المتيجة، احتفالاً بذكرى مظاهرات 11 ديسمبر، وكذا المولد النبوي الشريف بمشاركة عدة فنانين. هذه الاحتفالات يعني جات متسلسله في هذا الاسبوع ان شاء الله، هذا باش نغرسوا محبه الوطن ومحبه الجزائر في نفوس يعني الشباب، وخاصه الجيل اللي راه جاي ان شاء الله والجيل اللي راه صاعد. الحفل الذي احتضنته قاعه الكسندر وسط مدينه البليده تخللته تكريمات الاسره الثوريه وعده وجوه فنيه ورياضيه استحسنوا هذه الاحتفاليه. نشكر جمعية أحباب البليدة اللي عرضوني باش نقوم بهذا الحفل، وكان لي شرف كبير اللي خيروني انا من بين نخبة الفنانين لمدينة البليدة. شاركت كفنانة في الطابع الأندلسي، وين كنت ألقيت بعض وصلات من الغناء الأندلسي، وكان تفاعل الجمهور خاصة الجمهور البوليدي العاشق لهذا النوع من الموسيقى. نشكر كامل هذا الجمعية اللي مبادرة مليحة تنسق مع الولاية، حبوا يرجعوا البليدة الوريدة تاع بكري. مبادرة تضاف إلى النشاطات الفنية والثقافية التي أصبحت تشهدها ولاية البليدة، من شأنها أن تعيد إلى مدينة الورود تلك الحيوية الثقافية التي عهدناها.